أهلا وسهلا في المتحف الروماني. هنا قبل يمكن أكثر من 2000 عام كانوا يسووا عروض، عندهم مسرحيات ويجتمعوا في أشياء مهمة يشوفوها هنا. وها أنا الآن في المدرج الروماني، في قمة المدرج الروماني. المنظر هنا مختلف جدا عن المنظر اللي من تحت. صراحة الإنسان لما يجي هذا المكان يحس أنه هذا المكان يمكن كان عنده شيء من زمان، ومكان ضخم، فتحس أنه إمبريسيف. فقاعد أفكر الناس اللي كانوا موجودين في هذا المكان قبل 2000 سنة كيف كان إحساسهم، كيف كان شعورهم، إيش الأشياء اللي كانوا يشوفوها وكانوا يجوا عشان يستمعوا لها من هذا المنطقة، من هذا المكان. فودي أعرف كيف شكل الناس اللي كانوا يلقوا خطابات من أسفل المكان هذا، مثلاً إذا كانوا سياسيين أو إذا كانوا ما أدري عندهم أشياء أخرى يودهم يقولوها للناس، أو كان عندهم مسرحيات، ما أدري صراحة. ما عرفت بهذه الأشياء، شوية ضعيفة، بس ودي أعرف كيف كانوا يعيشوا وليش كانوا يجوا لهذا المكان. ففي نفس الوقت هذا المكان عبارة عن شهادة على الماضي، تقول لنا كيف الحضارات تطلع فوق وتنزل تحت، سبحان الله. فهذه المنطقة كانت في حضارة من أقوى الحضارات الموجودة على الكرة الأرضية، والآن خلاص صراحت الحضارة دي، خلاص خلصت وقتها، انتهى، بس باقي آثارها. الآثار يمكن هي ما تختفي. عرفتوها؟ هذه أغنية غنيلي شوية، يلا بينا نكمل جولتنا. الآن أنا قربت من مكان اسمه معبد هرقل. من هذا المكان نقدر نلقي نظرة على مدينة عمان من فوق، وسط المدينة. هو ده وسط مدينة عمان. كل بيت، مو كل بيت، في بيوت كثير عليهم رسم. وهناك المدرج الروماني اللي كنا فيه قبل شوية، وهذا المكان التاريخي معروف بالقلعة أو معبد هرقل. خلينا نشوف نقرب. العمود هذا ضخم جدا، فهذا المكان هو اللي بيقولوا عنه، يعتقدوا انه هذا هو معبد هرقل. يقولوا يعتقدوا لانه ما هم متاكدين 100%، ويظنوا انه هرقل لانه لقوا شكل يد ضخمه مبنيه في الداخل جوته، فهذا اللي خلاهم يفكروا انه معبد هرقل. ويقولوا ان هرقل في الميثولوجي الاغريقيه، يقولوا هرقل هو ولد زيوس، أنجب الولد هذا مع زوجته اللي كانت آدمية، أوكي، عشان كذا كان هرقل معروف بقوته. فالمهم هذه أساطيرهم، ونقدر نتعرف عليها هنا ونشوف بعض الأشياء التاريخية اللي كانوا هم في ذيك الفترة من التاريخ يؤمنوا بها. في اللوحة اللي كانت هناك تحت كانوا يقولوا يحاولوا يعطوا تفاصيل كيف بنوا المكان هذا، فكانوا يقولوا كيف الآلة اللي كانت تمسك الحجارة وتحطها فوق بعض. فصراحة
ما ادري عجب، ما ادري كيف بنوا هذه الاشياء في ذيك الفتره، بس مو هذا المبنى لوحده، مباني كثيره شكله حجمه ضخم سبحان الله. والاهرامات نفس الشيء، هذا العمود زي العمود اللي ورايا بس طاح، ما ادري متى طاح بس شكله كان قايم هنا والان طاح. فكذا الحضارات زي ما قلت قبل تقوم وتطيح بعدين مع الوقت. ايش هذا؟ هذا هو الشيش صح؟ وهذا الدجاجة، هذه سلطة، وهذا الكباب، وهذا مهند. انا ملخبط الان، هذا اللحم، هذا الكباب، يا هذا الكباب، وهذا الشيش، وهذا النص دجاجة. ممتاز ممتاز. يلا وقت الغداء، مهند تعبان، يا جعان جوعان. يلا بسم الله سمي. ما شاء الله شكله رهيب. هذه زي بسبوسة صح؟ كنافة هذه؟ مهند بتقول ايش ها؟ هاي مو زي البسبوسة، هذه بسبوسة. هذه بسبوسة، بس اللي جنبها هي بسبوسة كمان؟ بسبوسة بسبوسة بسبوسة. هذه كنافة، هي مو كنافة. هلا ميك كيف الحال؟ دقيقة أصور شوي، الله بسم الله. بسم الله ما شاء الله، هذه حق الضيافة. ما شاء الله. الشغل زين باين من المنظر. ما شاء الله. خلينا نصورهم شوية وبعدين نحط الطقس. هذه كلها تعال فرشيك مشكل اللي عندي. ما شاء الله خلاص عندنا. هذا مشكل عربي. ما شاء الله. شكله حلو. هاي البورما، هذا رش بالبور. هاي البلورية، أيوه هاي. هذه وصل بلورية؟ هاي بلورية. هاي بلورية. وهاي. ايوه. هاي بورما. 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 اوكي. هاي كولوشكون. كولوشكون هذه كلمات أول مرة أسمعها أنا ما. بس شكلها حلو. بشكل عربي. ممتاز. فستق حلبي ممتاز. فستق حلبي جيب سوري. ممتاز. ممتاز. هذه فيها فستق. ويوز وكاجو. هاي مكسرات. عندك هاي تمرية، فيها تمر هندي. تمر ايوه جوز الهند وفستق حلبي. اوكي ممتاز. هذه زي التارتا. ايش هي ديك؟ ايوه ايوه نفس الفكره. اوكي هاي قريبه من العش، من العش زي هيك. بس هي حبه. اوكي حلو شكرا. A few moments later. الان بنسوي زياره للبتره بس بالليل. يلا نشوف الجو. قالوا لي جو ممتاز وجميل جدا. يلا ويلكم تو بيترا. يا ناشي ما ادري